صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة أول السنة الهجرية 1444 للهجرة وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1444 تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم السبت الأول من شهر محرم عام 1444 للهجرة الموافق لثلاثين من شهر يوليو عام 2022 ميلادية وحيث إن ذلك اليوم يصادف عطلة أسبوعية يعوض عنه بالتعطيل يوم الأحد الموافق للحادي والثلاثين من شهر يوليو عام 2022 ميلادية